احد التطبيقات الجديده اللي موجوده في الكمبيوتر توموجرافي حاجه بنسميها الكون بيم سي تي. في الكون بيم سي تي الحقيقه بيبقى بدل ما يكون عندنا شكل البيم فان بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، هو بالظبط كده احنا بنبعت البيم بيبقى شكله حاجه بالمنظر ده، يعني بمعنى ان هو بيبقى له يعني شكل فان في الان بلين، في البلين نفسه اللي هو اللي احنا بنصور فيه، ولو ثيكنس معين بس اكشولي عامل زي قطعه البيتزا، عامل زي سلايس بتاعت البيتزا كده، اوكي لها ثيكنس محدود. في الكون بيم سي تي لا، احنا بناخد الاكس راي بيم ما بنعملوش اي كوليميشن في الدايركشن بتاع السلايس، يعني بناخد حاجه شكل الاكس راي بيم نفسه بيبقى شكله كون، شكله الكون، يعني شكل الكون ده معناه ان هو بيغطي فوليوم في مره واحده. وبالتالي لو حطينا هنا 2 dimensional array of detectors بنقدر ناكواير الداتا للفوليوم كله في مره واحده. الحقيقه التطبيق الاساسي اللي موجود للكون بيم سي تي هو حاليا موجود في الاسنان بس، مش موجود في التطبيقات الاخرى. وبيبقى فيه اكشولي حاجه بالشكل ده كده، بيبقى فيه عندنا في وان سايد بيبقى فيه عندنا الاكس راي تيوب، وفي الاذر سايد بيبقى فيه عندنا ديتكتورز، ونقدر ده بيلف ويقدر ياكواير الداتا في وقت قليل، ويعني مش محتاجين طبعا يبقى ريل تايم، بس الفكره فيه ان هو طبعا بيبقى ماتش مور افيشنت، وبيبقى طبعا حجم الجهاز نفسه بيبقى اصغر بكتير جدا من السي تي العادي، والدوزج بتاعه الحقيقه بنحتاج طبعا بالنسبه للدنتال بيبقى اقل بكتير جدا من الدوز بتاعت السي تي العادي. فالحقيقه يعني كسامري بالنسبه للكوم بيم سي تي، شكل البيم هنا مختلف عن شكل البيم اللي بنستعمله في بقيه الانواع الثانيه. شكل البيم اللي بنستعمله في بقيه الانواع الثانيه بيبقى شكله عامل كده، بيبقى شكله فان، يعني شكله فان هنا في البلين، وبيبقى له ثيكنس محدود. بالنسبه للكون بيم بيبقى شكله كون، معناه ان هو عباره عن مخروط، المخروط ده بيبقى بيسكلي يعني كروس سكشن بتاعه هنا دايره، هنا كروس سكشن هتلاقيه عباره عن حاجه شكلها زي مستطيل صغير مثلا. فهنا يسمح لنا ان احنا نبص على الفك كله في مره واحده، ونقدر ان احنا لو لفينا الاثنين دول مع بعض كده، لفينا السورس والديتكتور مع بعض، طبعا هنا بيبقى عشان الشكل بتاع الفيلد اوف فيو صغير وعدد الديتكتورز احنا محتاجينها ما هوش كبير، بيبقى اكشوالي والاكس راي سورس طبعا عشان الاكس راي مستعملها في الدنتال بتبقى الكباسيتي بتاعتها بتبقى قليله، او الانرجي بتاعتها بتبقى يعني مختلفه، يعني محتاجش ان احنا نحط دوز كبيره. فبالتالي الاكس راي بيم نفسها او اكس راي تيوب والديتكتورز بيبقى حجمهم صغير، وبالتالي نقدر نحركهم في منتهى البساطه في سيستم يعني بالشكل ده كده، بيبقى بسيط بالنسبه للبيشنت. البيشنت بيقعد هنا ودي بتلف حواليه مره واحده وخلاص بيأكواير الصوره. فهي الفكره الاساسيه اللي موجوده عندنا في الكون بيم، عندنا كون شيبد اكس راي بيم بلس 2 دايمنشن اري ديتكتورز، اوكي، وهما الاثنين بيلفوا مع بعض ويأكواير بعد كده الداتا اللي بيكونستراكت بيها الفوليوم مره واحده.